دكتور، ليش بيبي حلت هيك؟ مثل ما عرفت صار معها حمى قوية لما كان عمرها 8 سنين، وللأسف عطوها دواء فاسد أثر على دماغها ووقف نموها الفكري. يعني هي مش مجنونة، هي بس عمرها 8 سنين. مزبوط، نموها الجسدي طبيعي حسب عمرها، بس عقليتها 8 سنين. حطوا صراميكم بصرامي بعض وتحضروا للثورة. التقرير اللي عطيته للإدارة بيقول إنه لازم ترجع على المؤسسة، بس للأسف ما وصل على الإدارة مثل ما هو. في كم حدا هون عم يندفع لهم لتبقى عنا. دكتور، أهم شيء ما حدا يعطيها أدوية تأثر عليها. بترجيك ما فيك تبقى هون، ما بدي حدا يشك فيي. فيك تقولي اللي قلتي لي إياه هلأ بالمحكمة؟